اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئه نت: احزاب سياسيه تهرب 25 الف برميل نفط يوميا من البصره. وفي المدى نطالع: امن البصره يقتل متظاهرا خلال تفريق محتجين. وفي كتابات نطالع: السجن لعمدة طهران السابق لانتقاده تدخل بلاده في سوريا. ونتصفح في الجزيرة نت: قطر تضخ 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي. جاء في العربي الجديد: مسؤول روسي استخدام الدولار كأداة ضغط سينتج عملة عالمية بديلة. ونقرأ في القدس العربي: مدير CIA السابق يتهم ترامب بقمع حرية التعبير. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: روسيا وتركيا لعملية مشتركة في إدلب. أهلا بكم. مما هو راسخ لدى العقلاء أن الحل لا يمكنه أن يتصف بما يتبادر إليه الذهن بخلاص العراق من معاناته وبلوغ الأهداف البناءة التي يبتغيها من يحرص على ذلك بإخلاص، إلا أن يكون عاما وشموليا ينطلق من تشخيص دقيق وتوصيف يحيط بأساس المشكلة ليشمل واقعها بكل أبعاده وتداعياتها على كافة هذه النقطة، اتجاهاتها ومن أسست هيئة علماء المسلمين في العراق مشروعها في وقت مبكر بعد الاحتلال، وسلكت في سبيل تطبيقه كل الطرق المشروعة المتاحة، لكنها وجدت نفسها وحيدة في الميدان مع بعض الجهات الساندة والمؤازرة لها، وهي تنادي بدعم المقاومة وتحارب من أجل دفع الشبه والمغالطات التي وجهت صوبها، فلم تجد من الأذان الصاغية ما يكفي ليكون مشروعها منطلق حل لمشكلة العراق، رغم أنها استمرت عليه لسنوات بثبات وإصرار لم تحظى بهما جهة أخرى، بحسب الكاتب جهاد بشير في مقال بصحيفة البصائر. في حقبة الاحتلال، حيث تزاحمت الأحداث وتنوعت ومرت على العراق سنوات عجاف أكلت أخضر البلاد ويابسها، كانت الهيئة تحث الخطى نحو بلوغ المقصد وتحقيق الغاية رغم تعدد جبهات عملها في ميادين شتى، فأخذت تستقطب القوى الرافضة للاحتلال والمناهضة للعملية السياسية، وتعاملت مع كل من تظهر عليه بوادر الصدق في العمل من أجل تحرير البلاد وتخليصها مما أصابها من بغي وعدوان أفضى إلى دمار وخراب على كافة الصعد، حيث أصبحت منهجيتها مثابة حسنة للعديد من الجهات والحركات التي نشأت في ميادين أخرى غير العراق، كالمشهد السوري الذي كثرت فيه شهادات الثناء بحق الهيئة ومشروعها الموحد وفكرها الجمعي. وحينما بدت الفرصة مناسبة بعد أحداث الربيع العربي، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق منتصف شهر أغسطس عام 2015 مشروع العراق الجامع لإنقاذ العراق والمنطقة، تلك المبادرة التي تضمنت أسساً ووسائل ومنهجيات علمية وممكنة ميدانياً لانعتاق البلاد من تسلط القوى الغربية وسطوة المشاريع الاحتلالية وفق مراحل درست بعناية تنسجم مع واقع الحال الذي يغشى الإقليم. ويضيف الكاتب: العراق الجامع كانت بحق وما تزال مشروعا مؤهلا للنجاح استراتيجيا ويعود بالنفع على الجميع وجميع الأنظمة وشعوبها، فهي تؤسس لمنظومة بناءة تكفل لدول المنطقة والعراق في مقدمتها الانتقال من طور المعاناة والشكاية من الآلام إلى مرحلة تضمير الجراح والنهوض والانطلاق في
في مسار البناء والتغيير، فإذا كانت الأنظمة ودوائر صنع القرار أمام مسؤولية تاريخية لتغيير الأوضاع وإصلاح خللها، فإنه ليس أمام العراقيين خاصة وشعوب المنطقة عامة في هذا الصدد إلا أن تتقلد دورها وتأخذ بزمام المبادرة. القرار الإيراني اتجه أو يتجه إلى الاختيار الثاني في دفع العراق كليا إلى أحضان الميليشيات التابعة لها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مواجهة العقوبات، وتلك إرادة تتزاحم فيها المحاور الدولية جميعها، ولا تمثل بالضرورة إرادة كلية للنظام في طهران إذا ما قارنا بين الإمكانات الفعلية في إيران وتجربتها وتجرؤها على عدم تقدير مخاطر تهديدها لممرات تجارة النفط العالمية أو تصعيدها المتعلق بتطوير برنامج صواريخها البالستية أو برنامجها النووي أو مطالبتها الاتحاد الأوروبي بعدم الاستجابة للعقوبات، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. إيران بعد العقوبات إما إنها ستسحب العراق إليها لتناور به في تدعيم اقتصادها وسد الثغرات في ردات فعل المواطن الإيراني، أو ستدفع بالعراق إلى هاوية مواجهات دموية وزعزعة بقايا استقراره ووحدته، لتصنع منه مساعي بريد سريع التوصيل لرسائل تهديد ترتقي إلى الإرهاب، تأكيدا منها على مخاطر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في تحذير تضعه على طاولة دول الاتحاد الأوروبي ومنها الدول الموقعة على الاتفاق لحثها على الإبقاء عليه وخرق العقوبات، مستغلة الحرب الضريبية والتجارية، وكذلك التلويح الجاد بإعادة تنشيط مفاعلاتها النووية مع إطلاق خبر تجهيز إيران باليورانيوم المخصب من روسيا في إشارة لتسريع إنتاج أجهزة الطرد المركزي. يبدو أننا نتجه بعجالة إلى مرحلة طوارئ إيرانية قصوى في العراق، ظواهرها استنفار الأحزاب والميليشيات الطائفية ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعلانه التزام العراق بالعقوبات رغم تعاطفه مع إيران، وتعجيله بتحديد موعد فوري لزيارة طهران لتداول القضايا الاقتصادية. الميليشيات في العراق تلاطمت أمواج مشاعرها وفاضت على منصات الخطابة والإعلام، حتى أنها صدحت بما يتعدى بالروح بالدم نفديكيا إيران. ماذا يعني وجود مثل ممثل دائم للخامنئي في الخامنئي في العراق من رجال الدين، فضلا عن إصداره بيانا من داخل العراق يشكر فيه كل عملاء الاحتلال الإيراني ويستكثر على حيدر العبادي حتى خائنة الأعين في تعامله مع العقوبات بصفته رئيس وزراء العراق، رغم أن العبادي وحزب الدعوة والأحزاب الطائفية وغالبية من شارك بعملية المحتل السياسية طالما خانوا وما زالوا خونة من أجل المرشد وولاية الفقيه بلادهم ووطنهم الأم. البصرة مدينة كل ما فيها يشترى بالمال، بما فيه الهواء، نعم الهواء البارد نشتريه، والماء الحلو أيضا نشتريه، والكهرباء نشتريها، نحن في البصرة نشتري كل شيء، ولا أقول وقود مولد الكهرباء ولا جهاز تحلية الماء بفلاتره الملحية، لكنني أقول حياتنا وحياة أولادنا وأحفادنا تشترى وتفتدى بالمال، بحسب الكاتب البصراوي طالب عبد العزيز في مقال له عن انعدام الخدمات في البصرة نشرته صحيفة المدى. يتوجب على الذي يبني بيتا جديدا شراء الماء العذب، مثلما يتوجب ذلك على أصحاب مصانع الطابوق الإسمنتي، لأن ما أنا في البيوت لم يعد صالحا لغسل السيارات، بل ولا يصلح للوضوء، يقول الفقهاء فيه من التراكيز مانع. وتذهب حكومتنا إلى بناء محطة تحلية مياه كبيرة من أجل توفير الكمية الكافية من الماء في حقن آبار النفط. معلوم أن الماء المالح يشكل خطراً في عملية حقن الآبار النفطية أيضاً، وأن المحطة هذه ستكلف ملايين الدولارات، وإلا توقفت أعمال الحفر والاستصلاح.
ويتحدثون عن نسب أملاح عالية جدا قرب محطتي الكهرباء في النجيبية والهارثة، وأن المحطتين مهددتان بالتوقف بسبب ارتفاع نسب الأملاح في الماء المستخدم في عملها، بما يعني أن حجم كارثة العيش في البصرة تتفاقم والمواطن يدفع ثمن وجوده حيا وميتا. ويختم الكاتب بالقول: وكأن لسان الحكومة في بغداد يقول للبصريين إلا طحين فإن تفره. ليس هناك من يختلف على فشل الحكومة والبرلمان على مدى 15 سنة الماضية في تأمين أبسط متطلبات الإنسان وفي مقدمتها ما وعد به الدستور من حياة حرة كريمة وآمنة ومستقرة، وأن يتحقق ذلك دون سكن لكل أسرة لا سيما الأسر الفقيرة منها. وللأسف لم يحدث ذلك بحسب الكاتب هاشم حسن التميمي في مقال له عن أزمة السكن في العراق نشرته صحيفة الزمن. إن غياب سياسة حقيقية وعلمية للإسكان في المدن أدى إلى حرمان الملايين من المساكن وانخفض مستواهم المعاشي تحت خط الفقر لتخصيص الجزء الأكبر من الراتب والأجر الشهري لإيجار وحدة سكنية، وما يتبقى من فتات الراتب المتواضع لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من الحياة الآدمية مقابل حياة مرفهة لمن سرق السلطة أو جمع الثروة بغياب القانون واحتراف الفساد، واضطر البعض للاستيلاء على الأراضي العامة المملوكة للدولة وشيد عليها مساكن بائسة. واتسع الأمر وظهرت عندنا مدن عشوائية في بغداد والمحافظات هي الأكبر في الشرق الأوسط، سكتت عنها الحكومة اعترافا لفشلها في توفير السكن، واستخدمتها الأحزاب وسيلة في الابتزاز والترويج الانتخابي، وما زالت هذه المدن بدون خدمات، ويعيش أصحابها في قلق دائم للشعور بأنهم يسكنون على قطع أرض مغتصبة قد تسترجعها الحكومة بالقوة، لا سيما أن هذه المدن أصبحت بؤرة للمشاكل الاجتماعية وللبؤس الإنساني وتشويه للتخطيط العمراني للمدن. باختصار، المطلوب هو خطة وحملة وطنية شاملة لبناء المساكن بطراز معماري جميل وبكلف زهيدة وإيجاد آلية عادلة في التوزيع تكون الأولوية فيها للأرامل والأيتام ومحدودي الدخل والفقراء لكي تختفي بالتدريج تلك العشوائيات للأبد. مهمة موسكو المستحيلة في سوريا، تحت هذا العنوان كتب برهان غليون مقالا في صحيفة العربي الجديد يقول فيها: يحدث أن يزور بالأحرى سوريون أو أجانب دمشق فيرون أمامهم سيارات تسير ومارة يتحادثون ويضحكون ومحلات عامرة بالخضار أو الفواكه، فيعودون إلى بلدانهم ويقولون أن الأمور على ما يرام وقد انتهت الحرب وحل السلام. هذا ما يحاول الوزير الروسي سيرغي لافروف أن يقنع به أيضا الدول الصناعية المستودع الأكبر للأموال والرأسمالية الباحث عن استثمارات وعقود وصفقات حتى تنخرط معه في عملية إعادة الإعمار التي يطمح من خلالها إلى الحصول على موارد لازمة لتسيير نظام الأسد المنهار. أول هذه التحديات التي تكاد تصبح مستحيلة الحل دمار الآلة الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية معا، وما يعنيه ذلك من فقدان آلاف فرص العمل واستحالة إحداث الجديد منها وذوبان الأجور والموارد، حتى لم يبقى في الاقتصاد قطاع مزدهر سوى اقتصاد الغزو القائم على التعفيش وفرض الخاوات وسرقة موارد الدولة وتفكيك البنى التحتية ونهبها من قادة النظام وميليشيات دفاعه وحماته أنفسهم. والثاني زوال المجتمع من حيث هو عضوية حية ومتفاعلة، وانقسامه إلى قطائع داخل المدينة الواحدة بين موالين ومعارضين لا يجمع بينهم سوى الحقد والكراهية وإرادة الانتقام، مع اعتقاد الموالين أو القسم الأكبر منهم أن كل ما يملكه خصومهم أو معارضوهم هو غنيمة شرعية لهم،
وتعويض محدود عن التضحيات التي قدموها لبقاء الأسد والنظام، ولا يترددون عندما تسنح الفرصة في تجريد الناس من أملاكهم ومواردهم. كما أن تأجيج الانقسامات الطائفية والمذهبية وتأليب الطوائف المختلفة أو القوميات المتعايشة بعضها على بعض أدى إلى تكوين مجتمعات محلية منطوية على نفسها تعيش خائفة بعضها من بعض، وإلى إجبار الأفراد على الالتحاق بطوائفهم وعصبياتهم الأهلية. ويضيف الكاتب: لن ينجح الروس ولا غيرهم مهما فعلوا في إنقاذ نظام لا يصلح وغير قابل للإصلاح. عن خيارات تركيا الصعبة كتب مدى الفاتح مقال نشرته صحيفة القدس العربية، يقول فيه: الجمهورية التركية تبدو حاليا مثالا مناسبا لتحدي الخيارات الصعبة، فهذه الدولة التي قامت من جديد بعد سبات طويل تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق. التحدي الأكبر الذي واجه تركيا اليوم هو المتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والغرب عموما. بالنسبة للأتراك فإن المطلوب هو إعادة تعريف هذه العلاقة بما يجعلها علاقة تقوم على الشراكة المتساوية التي تخدم مصالح الجميع، مقال الرئيس أردوغان الأخير. لكن على ما يبدو فإن الشريك الغربي لا يزال يفضل أن تكون العلاقة علاقة تبعية لا يفعل فيها التابع سوى تنفيذ ما هو مطلوب منه، حتى إن كان يتعارض مع مصلحته أو يهدد أمنه. بالمقابل فإن خيار الانسحاب من المنظومة الغربية والانحياز للمعسكر المناوع لا يخلو من مخاطر، ويكاد يتفق المعنيون على أن تعريض العلاقة مع الولايات المتحدة أو حلف الناتو للقطيعة يبدو أقرب لعملية انتحارية من كونه بديلا استراتيجيا، وهو الأمر الذي تعزز خلال الأسابيع الماضية، حيث رأى الجميع كيف تسببت تغريدة مقتضبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها العلاقة مع تركيا بغير الجيدة، معلنا رفع الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم في تراجع مفاجئ وغير مسبوق في سعر صرف الليرة التركية. الانفتاح وتوسيع الخيارات الاستراتيجية كان من العوامل المهمة التي أدت لنهضة تركيا التي كانت لعقود رهن التحالفات الغربية. في هذه الأثناء يزعم بعض الساسة الغربيين أن تركيا تتعامل مع المنافسين والأعداء، ويقصدون بالتحديد روسيا والصين، إلا أن ذلك الادعاء غير موضوعي إطلاقا، حيث أن علاقة هذين البلدين التجارية والصناعية بالغرب لم تتوقف إطلاقا، بل وصلت مرحلة باتت محاولة الحد منها مستحيلة في الوقت ذاته، فإن محاولات الحجر على الخيارات الاقتصادية التركية وتحديد الشركاء نيابة عن الأتراك تبدو غير مقبولة من ناحية السيادة الوطنية، ليس فقط بالنسبة لدولة متعاظمة مثل تركيا، ولكن حتى بالنسبة للدول الإفريقية الصغيرة. بعيدا عن السياسة وفي خبر إنساني، توفي رجل من محافظة الأنبار ملقب بالشجرة بسبب التآليل التي تغطي جسمه من دون أن يتمكن من تحقيق حلمه في العلاج، ووافته المنية بعد صراع طويل مع مرضه النادر وغير القابل للشفاء. وتوفي عمر محمد بطر الخليفاوي في مستشفى بمحافظة الأنبار إثر صراع طويل مع مرضه النادر، حيث نعى ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي
الرجل الشجرة وسط انتقادات اللاذعة على الحكومة العراقية ووزارة الصحة لإهمال حالته المرضية رغم المناشدات. وكان معاون مدير عام صحة الأنبار عزة العاني قد أعلن قبل أشهر عن تكفل وزارة الصحة بعلاج الرجل الشجرة خارج العراق، ولكن الوزارة لم تفي بوعدها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.